تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة جباليا ومخيمها اليوم السادس على التوالي، وفرض حصارها الخانق على كافة الطرق المؤدية إليهما وسط قصف عنيف من الطائرات الحربية والمدفعية. هذا وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا تزداد خطورة مع مرور الوقت، مع منع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والمياه للمواطنين وصعوبة دخول طواقم الإسعاف لانتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى. وفي السادس من أكتوبر الجاري أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في جباليا بعد ساعات من بدء هجوم شرس على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع هي الأعنف منذ مايو الماضي.